تشرفنا حضور الأخوة استشاري الثقافي السفارة السودانية دكتور مرتضى ومجموعة من الأخوان المصريين السودانيين الأديب الشاعر عبد المنعم الكتيابي واللواء حسن الأستاذ شاهي ناز رزا اليوزي الحمد لله يعني كان يوم مميز تكلمنا فيه يعني عن الكتاب وناسة خلتنا نكتب الكتاب الحمد لله كان يوم جميل جدا قدمت فيه بالشكر لكل إنسان دعوني أجدد الشكر منشورات الفنان رأت العمل ساهمت قدم طلع رأى النور أشكر وقت إنسان على الاستضافة هنا يعني ذكر الكاتب جان بول سارتر جي الكاتب الكبير ده طبعا شكل كمان وصف الأم كانت إيه عبارة عن إيه تربيتها كانت إيه عما كان حاصل على جائزة نوبل والد سارتر كان ضابط في البحرية الفرنسية ذكر تفاصيل دقيقة جدا عن حياة هذا الفيلسوف الكاتب الكبير الفرنسي كيف كانت البيئة كانت سيدة فقيرة يعني افتقرت بعد وفاة جوزها في الهند وكانت طبعا لا تملك المال ان هي تعلمه ان هي تخليه ان هو يطلع فيلسوف عالم كبير الكاتب محتل لكتابته الكتاب في التوقيت الكتاب ذاته اصدر في توقيت جميل بمناسبة عيد الام وعايزة اقول لماما كل سنة وانت طيبة في عنوان في هذا الكتاب يمثل ماما تماما تعلمت الخير باسمي كل سنة طيبين كل الأمهات شكرا احنا سعيدين جدا اليوم نحتفل بتوقيع هذا الكتاب الذي وصفه الكثيرون يعني من الحضور بأنه يكتب كتاب متميز الكتاب هو بعنوان هم وأمهاتهم للكاتب الشغير مرتضى عبد الرحمن حقيقة يأتي احتفال بالكتاب في زمن مهم جدا اللي هو صادف الاحتفال بعيد الأم ومن هذا المقام في مكتبة إنسان أنا بتقدم بشكر جزيل جدا وكبير جدا جدا لكل الأمهات في شتى البقاع والمناطق على امتداد الكرة الأرضية إنه ربنا يحفظين ويكون الدافع دوما أنا سعيد بوجود الأخ معتز والكتاب بتاعه ربنا يوفقه ونسمع عنه كل خير وفعلا كتاب جميل والكتابة بتاعته مضمونه حاجة جميلة جدا لأن فعلا كله بيتكلم على الأمهات والأم أنا كنت بقول قبل شوية إنه يعني جل كتابه في التوقيت ده إن إحنا بنقول لكل الأمهات كل سنة وانتم طيبين هل برضو قصدت أخي معتز إنه يكون في هذا التوقيت يعني التوقيت مناسب جدا إنه ندشن الكتاب في هذه يعني الأيام وفي هذا العيد يعني فدي التفاتات من قوان عظم الله أجر الأمهات وصغر صلى الله عليه وسلم حينما قال الجنة تحت أقدام الأمهات ونسأل الله الصحة والعافية لمن هم على هن على قيد الحياة ونشكر الأخ معتز هذه السانحة وهذه الالتفاتة الجميلة ونتمنى منه أيضا الكثير من هذه الالتفاتات الذكية شكرا لهذه الدار العظيمة التي استضافتنا
عشرتنا طول على مر التاريخ هم أهل السودان الكرام. أكبر شرف ممكن يحصل إن تبقى دار نشر مصرية بتدعم كاتب سوداني في نشر ثقافة لكاتب يستحق فعلا إن هو يتنشر له الأفكار بتاعه. العمل طبعا اخذ مني 9 سنة، 9 سنة كاملة. يعني بدأ تقريبا يعني في شهر 2 2012، اكملته يعني 2019 في النهاية، لحد ما انطبع يعني في يناير 2021. أنا برضو داير أشكر إنسانة ما بعرفها لقيتها مرة واحدة وموازين تانا لقيتها، هي ألهمتني الكتاب ده وأنا بحييها.